شفت الحضن بتاع المرشد وهو بياخد جيمي كارتر بالحضن، سبحان الله، مع ان هم دول الوحشين الاعداء اللي كانوا بيفهموكوا انهم اعداء. الحقيقه ما تشوفش المنظر ده كتير. وبغض النظر عن ان مرسي كان رئيس جمهوريه، المفترض لما يحب يقابل ضيف يقابله في مقر الرئاسه مش في مقر الارشاد، بس عادي الحقيقه يعني قلتها وهو موجود في الحكم وعلى الهوى. مرسي كان مندوب الاخوان في الرئاسه. وبغض النظر عن قعدة كارتر والوفد اللي معاه مع بديع مرشد الإخوان ونقاشهم الواضح هو والشاطر برضو مع كارتر في مقر الإخوان، يبقى السؤال الأهم إيه اللي كان كارتر جاي يناقشه مع الإخوان في مقرهم رغم إنهم كانوا وصلوا للحكم وقتها؟ أكيد مش جاي يشهر إسلامه يعني هو والوفد اللي معاه، ولا يدفع جزية، الحقيقة المصطلح الكريه اللي ياما رددوه المغيبين بتوعهم. كارتر كان جاي يتفق على ايه ويتكلم في ايه، وايه الورق اللي مضى عليه مرسي مش بصفته عضو مكتب ارشاد، لا، لكن بصفته رئيس لمصر وقتها للاسف. ده للايام